يعطيكم العافية. بتذكروا لما حكيت لكم اني جبت مثل هاي القطعة من الشفيريا بهذا الحجم الصغير؟ يعني هي كتير كتير صغيرة، جبتها من تركيا وصارت كل ما تكبر اقص منها واحط في التراب وازرعها في التراب لحد ما صار عندي يمكن هلأ 6 قواوير. فكل مرة رح اصور لكم لوين رح اوصل. بعد مدى بالثلج عن الزريعة، خلينا ننقل الصغار نحطهم بقوار كبير. يلا نشوف كيف. هدول الصبارات تزهروا رغم الثلوج امبارح كانت، والحمد لله داب الثلج بعد ما كان كتير كثيف. هلا انا جبت هذا القوار، بدي احاول انقل الصغار اللي انا كنت عاملتهم قصيتهم من الكبيرة. هاي هدول بدي انقلهم على القوار الكبير حتى يصير عنا قوار مثل اللي هناك، مثل هذا. كل ما بيكبروا شوي بحطهم بقوار كبير وبعدين بقص من اللي بيكبر وبعمل بهدول العلب الصغيرة كمان مرة. هلا أهم إشي إنه لازم تضل الجذور متماسكة في قلب هدول الجذور، هون لازم تضل عليها تراب. بدي أعمل هلا هون حفرة حتى أنقلهم. سهل كتير نقلهم يعني لأنهم صغار، سهل إنه نقيمهم من جذورهم. هاي شايفين الجذور، خلي عليها التراب، ما تقيموا عنا التراب ابدا. بدي انقل الثانية. هاي كانت صغيرة كتير، هلا ما شاء الله كبرت. كانت مثل هاي فكبرت هلا هيك، حتى رح تزهر. حتى شكلها هي الصغيرة كلها صارت قطعة واحدة، شايفين؟ كلها صارت ما شاء الله قطعة واحدة، يعني أنا زرعتها بس زهرة واحدة إلها وراء، بسم الله صارت عيلة. نخليها هيك عشان نطمها بالتراب. وهاي النوعية بدي أخليها، ما بدي أنقلها، بدي أنقلها على قوار يكونوا نفس النوع. وهلأ بدي أجيب التانيين اللي من نفس النوعية وأنقلهم هون. طبعا لازم نسكر الجذور تماما، مش لازم يجي عليهم هواء أبدا أبدا، على طول لازم. شايفين هاي انقطعت معي ولا اشي، بس حطوها هيك، بس حطوها هيك في التراب بتطلع. نجيب التاني هذا حتى يصير عندنا قوار من نفس النوع. هلأ بحاول ازيح التراب هيك. انا نعمل هون كمان جورة، نعمل هون كمان حفرة حتى ننقل هدول. هاي ما شاء الله، هاي كلها قطعة واحدة طلعت معي. هيها ما شاء الله، شايفين كلها قطعة واحدة. منقيم هاي، بعرفش يمكن تكون كمان قطعة واحدة ولا قطعتين، لا قطعتين. منقيمها هاي لحالها، نحطها هون في التراب. انا هيك بعمل يعني وما شاء الله بزبط معي. بعرفش المزارعين يعني اذا عندهم طريقة تانية، بخلي هيك الجذور عليها تراب وبحطها بالحفرة. وهلأ بس بحاول اني اسكر كل اشي في التراب حتى ما يضل الجذور مكشفة. انا استنيت، كنت بدي انقلهم قبل المنخفض بس لما قالوا في ثلوج اجلتها. فاليوم الحمد لله هاي الدنيا شمس، اليوم شمس بس لسه ما وصلت على البلكون. هلا بنحط هون، لا تنسوا هون في صبارة صغيرة انا حطيتها. هاي رح لما تطلع بدي اقيمها، حتى مفكرة اقيمها هلا، ما بعرف استعجلت انا امتى. بدي اخلي لانه هذا القوار بس نوعية واحدة. هيك بنحاول انه نسكر كل الجذور بالتراب، ممنوع انه الهواء يوصل للجذور بيخربوا الزريعة، بتخرب. فهلا هيك صار عندي هذا القوار من هدول الاثنين، هدول الاثنين.
صار عندي هذا. طبعا هلا انا بربيش المي كله هذا بنظفه، هذا وهذا، في عندي هذا. في هناك عندي واحد كمان هون. هلا برد برجع بقص من اللي عندي من الاول، وبعمل قوابير صغيرة في هون، لما يكبروا بنقلهم على قوار كبير. خليني اشيل هاي النوعية، هاي بدي اشيلها، بدي ازرعها هون لحالها من هذا النوع مع هاي، لانه هاي بدي انا اقيمها، هاي بدي اقيمها وازرعها في قوار اكبر، فبدي اخلي هاي الصغيرة هون اسكرها بالتراب. انا طبعا لاني عم بصور في الجوال مش عارفة اتحكم. وهنا في هاي الصغيرة اللي انقطعت، ما ترموها ما ترموها، بس حطوها هيك في التراب رح تطلع ان شاء الله. انا هلا بحاول اني ارتب، بس لاني ماسكه الجوال في الايد الشمال صعب مع التراب مبلول. يعطيكم العافية.